مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل. هذا البرنامج نتابع فيه اخبار البورصه المصريه وادائها، اداء اسواق المال الخليجيه والعالميه، بالاضافه لاهم اخر الاخبار في الاقتصاد العالمي والمحلي. دعونا نبدا من البورصه المصريه التي سجلت مؤشرات وارتفاعات جماعيه لدى اغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وهي جلسه منتصف هذا الاسبوع مدعومه بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربيه والاجنبيه، بالاضافه الى المستثمرين الاجانب الافراد. راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيده بالبورصه ارتفع بنحو 19 مليار جنيه ليصل الى 1,770 مليارا، وسط تعاملات كليه بلغت ب 80.4 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه اي جي اكس 30 ارتفع بنسبه 97% ليبلغ مستوى 25,289.99 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 83% ليبلغ مستوى 5,811.87 نقطة. وامتدت الارتفاعات إلى اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا، الذي أضاف نحو 83% إلى قيمته ليبلغ 8,319.28 نقطة. في منطقة الخليج العربي، تباين أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن دلائل عن موعد خفض أسعار الفائدة. المؤشر السعودي انخفض ب4% مع هبوط سهم اتحاد عذيب للاتصالات ب3.7%، بينما ارتفع سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط ب6%. مؤشر دبي ارتفع ب7% مع صعود سهم إعمار العقارية بنسبة 1%، وزيادة سهم هيئة كهرباء ومياه دبي ب1.6%. وأغلق مؤشر أبو ظبي مرتفعا ب6%. المؤشر القطري انخفض ب6% مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي ب1.3%، وهبوط سهم بنك قطر الوطني ب9%. في الولايات المتحدة الأمريكية، في أسواق المال وتحديدا في بورصة وول ستريت، فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية متراجعة، إذ واجهت أسهم الشركات الكبرى ضغوطا مع أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انحسار توقعات بداية قريبة لخفض أسعار الفائدة قبيل تقارير هامة بشأن التضخم مقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. المؤشر ستاندر أند بورز 500 فتح متراجعا بنسبة 45%، في حين زاد مؤشر ناسداك بنسبة 67%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 42% من قيمته. في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاما، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق، ليختفي المؤشر آثر وول ستريت. نيكاي ارتفع ب1.16%، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس 1990. المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا زاد ب82% من قيمته. ومن أسواق الأوراق المالية ننتقل إلى أسواق الذهب الأسود، أسواق النفط العالمية، حيث صعدت الأسعار أكثر من دولار بعد تراجعها في الجلسة السابقة مع موازنة الأسواق للتوتر في الشرق الأوسط، وبين المخاوف المتعلقة بالطلب وزيادة إمدادات أوبك. ارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت بدولار 33 سنتا، بما يعادل 1.75% من قيمته، ليصل إلى 77.45 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بدولار 29 سنتا، بما يعادل 1.82% إلى 72.06 دولار للبرميل. ومن الذهب الأسود إلى الذهب الأصفر، وختام جولتنا في أسواق المعادن النفيسة. ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مدعومة بتراجع الدولار، بعدما عزز تقرير أمريكي رسمي أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، ورفع الآمال في قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. الذهب صعد ب2% إلى 2,032.73 دولار للأوقية، وزادت الفضة ب1% إلى 23.11 دولار للأوقية. مزيد من المتابعة والتحليل معنا عبر الهاتف الأستاذ محمود سيد، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. أستاذ محمود، تحياتي وأهلا بك. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني في البداية، أداء البورصة المصرية اليوم، ارتفاع رأس المال و
ارتفاع ايضا الاموال المساهمة في اليوم في التعاملات، كيف تابعت اداء البورصة المصرية اليوم؟ البورصة المصرية ما زالت متألقة وبتسجل اهداف وارقام جديدة تباعا منذ شهر يونيو الماضي، نظرا للاصلاح الاقتصادي القائم ونظرا لحرص الحكومة على اتمام برنامج الطروحات. سجل اليوم اي جي اكس 30 ارتفاع بمقدار 245 نقطة ليصل إلى 25589 نقطة بارتفاع 0.97 من 100%، وذلك بدعم كبير جدا من مشتريات المستمرة للأجانب والمستثمرين العرب. نعم. وكذلك المؤسسات المصرية. والبورصة المصرية بتشهد زخم منذ فترة كبيرة وتدفق رؤوس الأموال العالمية والعربية والمؤسسات المصرية. طيب أستاذ محمود، خلينا أسألك، بما أن حضرتك عضو محللين فنيين، يعني خلينا نحط أمام الناس كده يعني مجموعة من التوقعات في التحليل الفني. شايف اتجاه البورصة في الفترة القادمة صاعد، ايه هي نقاط الدعم ونقاط المقاومة لإي جي اكس 30، إي جي اكس 70 وإي جي اكس 100 بعد إذنك؟ إي جي اكس 30 صاعد ومستهدف على المدى القريب منطقة 34,000 نقطة، أمامنا فقط هي منطقة 26,000. نعم. من 26 ل 26,500 نقطة سيتجاوزها المؤشر في الفترة القادمة إن شاء الله، بدعم أيضا كما قلنا من تدفقات أموال المؤسسات والأجانب والعرب. تمام. لأن ما زالت السوق المصري يشهد تدفقات إلى الآن، وما زال هناك فرص قوية، وما زال برنامج الطروحات قائم، وما زال هناك فرص ومحفزات من الحكومة المصرية للسوق المالي المصري. بالنسبة لإي جي إكس 70 أيضا يشهد ارتفاع وزخم شرائي من الأفراد، وصل اليوم إلى 5811 نقطة بارتفاع 47 نقطة فاصل 74%. نعم. وله مستهدف قريب 6500 نقطة ودعمه عند منطقة 5300 نقطة، ولكن ننظر الآن إلى المقاومات أو إلى أعلى أكثر من النظر إلى أسفل، لأن هناك كما قلت لحضرتك السيولة هي المحرك الرئيسي في أسواق المال. نعم. وكذلك إي جي إكس 100 وصل اليوم إلى 8319 نقطة بارتفاع 68 نقطة، وأيضا عنده مستهدف منطقة 10,000 نقطة وعنده دعم في منطقة 7,500 نقطة، وما زال السوق المصري به فرص كبيرة جدا للاستثمار، وما زال هناك زخم وإقبال من المؤسسات العربية والمصرية والأجنبية على شراء الأسهم المصرية. نعم. طيب بالنسبة لأداء الأسواق المصرية الآن، حضرتك قلت كلمة مهمة وهو الاعتماد على السيولة. كيف نرفع السيولة في السوق المصري؟ والناس كتيرة كانت متوقعة مع دخول بداية 24 ارتفاع أداء السيولة وارتفاع المستثمرين أو نشاط في المستثمرين. وخلينا أسألك السؤال الثاني مرتبط به، فكرة تشجيع المستثمر الفرد خاصة أنه بيعتمد على الحرفية أو أنه يكون عنده خبرة في ده، إزاي نساعده أنه يكون عنده خبرة أكثر وحرفية أكثر؟ الفرص يعني القوانين الأخيرة اللي وضعتها الدولة، والحكومة وخصوصا لدعم برنامج الطروحات ولدعم المستثمرين، هي الاساس اصلا في وتسديد العقبات امام المستثمرين، هي الاساس في اقبال المستثمرين على الاسهم المصريه. لا. طبعا نظرا للصحه الاقتصادي القائم واهتمام الحكومه بالبورصه جذب رؤوس اموال اجنبيه وعربيه وكذلك مؤسسات مصريه، بعد ما كنا بننفذ تنفيذات يوميه تقريبا في حدود 700-800 مليون جنيه، النهارده بنتجاوز 3 مليار جنيه نظرا لاقبال شديد من المؤسسات الاجنبيه والعربيه والمصرية
المصرية أكيد على اعتماد على قواعد فنية وعلى تحليل مالي إن في فرص قائمة وفرص مربحة للاستثمار في السوق المالي المصري. بالنسبة للأفراد، الأفراد برضو بيتبعوا دخول السيولة، دخول سيولة المؤسسات بتشجع أيضا دخول سيولة الأفراد، وارتفاع الأسهم وارتفاع المؤشر بيعطي زخم أيضا وبيعطي بيفتح شهيد الأفراد للمغامرة والمضاربة أصلا بسوق المال. نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود سيد، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، شكرا جزيلا على وجودك معنا. وانضم إلي الآن الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أستاذة حنان تحياتي وأهلا بيك. أهلا وسهلا. خليني أبدأ من آخر سؤال، يمكن أنا بعتمد عليك أكتر في المؤشرات العالمية، بس خلينا برضو ناخد سوق المال المصري في البداية. يعني أداء السوق النهاردة وإزاي نشجع الناس على الدخول أكتر في سوق المال، وإحنا دايما بنقول إحنا يعني بنقدم المشورة أو بنقدم النصيحة للأفراد لأن هم ما عندهمش مراكز خبرة بتقف وراهم، ولازم يكون عندهم الخبرة الكافية عشان ما يخسروش فلوسهم. تابعتي أداء السوق النهاردة إزاي؟ إزاي نرفع من نسبة السيولة وإزاي ندي خبرة للمستثمرين الأفراد؟ طبعا النهارده البورصه كانت على يعني بحث جوجل كانت ترند، النهارده كل دخل ناس كتيره بحثوا عن البورصه لانها حققت مكاسب السنه اللي فاتت، وهذه المكاسب في ظل اصدار شهادات ادخاريه بفايده مرتفعه. طبعا مستمره هذه المكاسب في العام الحالي، وتوقعات كمان بمزيد من الطروحات الجديده اللي هتدعم نشاط البورصه. طبعا بننصح المتعامل الجديد الاول خش في اكتسابات جديده عشان تذوق حلاوه المكاسب، ودايما حاول ان انت تتداول محاكاه على نظم التداول الموجوده الالكترونيه، وبعد كده ابتدي ان انت تداول تداول فعلي، واختار شركه تكون فيها مدير حساب امين يساعدك. وطبعا احنا الشركات طبعا كتيره اللي فيها الناس المحترمه ودول هيساعدوا الناس، ويدور كمان على كورسات تدريب عن البورصه حتى لو كانت مبسطه. على فكره في كورسات على اليوتيوب، في كورسات على منصات التواصل الاجتماعي، وفي العديد من الزملاء بيدي كمان كورسات جيده باسعار وفي منها بالمجان. فدي طبعا بتدعم نشاط البورصه. واهتم كمان بالبحث على البورصه زي ما انتم مستمرين في البحث على محركات جوجل، لان هتعرفوا كتير جدا. وخش على موقع البورصه الالكتروني، في جزئيه ممكن تقرا منها قصص كده لطيفه او نبذات عن المؤسسات. طيب، عن نظم التداول، تبقى يعني مصريه جدا. جميل، يعني شايفه ان ده هيرفع من السيوله مع دخول الناس، خاصه انت ذكرتي موضوع الشهادات بالفائده العاليه. طبعا احنا شفنا ان البورصه الحمد لله بقت بديل من بدائل الاستثمار عند المتعاملين، الى جانب العديد من البدائل الاستثماريه الاخرى، وبقت بتحظى باهتمام العديد من المتعاملين، لانهم طبعا اهم حاجه بتوجه المتعامل الى دخول البورصه ما يحكي عنه الاخرين من مكاسب. واحد حرج كان السنه اللي فاتت ناس حققت مكاسب جيده، وشفنا كمان ارتفاعات لاسعار اسهم. على سبيل المثال بعض الاسهم عمل ارتفاع من سعر 80 جنيه لغايه 800 جنيه، وهم وللاسف يا استاذ حنان اغلب الناس بتتكلم على الخسائر ما بيتكلموش على المكاسب، يعني دي نقطه يعني مهمه. طبعا بص، هو من سيكولوجيه المتعامل ما بيستفش عن استراتيجيه التعامل طبعا بتاعته. طبعا، ولكن لما بيبقى كسبان لا في نوع من الافتخار، فابتدى ان هم يتحدثوا عن مكاسبهم في الوقت الحالي. طيب سريعا، شايف البورصه المصريه الى اين عشان ندخل على البورصات الخليج والبورصات العالميه؟ اعتقد ان المؤشر 70 هيتفوق نوعا ما عن المؤشر 30 لتنوع الاسهم المتواجده فيه، وما زالت اسعاره متدنيه، واهتمام الافراد بالتداول فيه، وزي ما بيذكر الكثيرين ان هو هي مضاربه، لا ما اصبحتش مضاربه، هو استثمار متوسط الاجل. وطبعا بيحقق مكاسب فبيحميها وبيخش يدور على اسهم ثانيه، وفي اسهم كثيره عندها نتائج اعمال قويه، وفي كمان استحواذات قادمه اذا كانت محليه او عربيه او اجنبيه في الفتره القادمه، هيبقى ليها شأن قوي تدفع المؤشرات البورصه والسيوله الى الارتفاع بنقاط قياسيه. طيب ادخل على اسواق الخليج والعالميه، شايفاها ازاي في هذه الفتره؟ هقول لك على الاسواق العالميه. طبعا انتوا شفتوا ان مؤشر سوق اليابان عامل يعني تفوق غير عادي. هقول لك السبب. السبب ان بتدعو الحكومه اليابانيه المتعاملين الافراد والقطاع العائلي الى التداول داخل البورصه مع منحهم تخفيضات ضريبيه. دي طبعا فكره خارج الصندوق، لان هو شايف ان الفتره القادمه دعم الاقتصاد الياباني هيبقى عن طريق البورصه،
فبدل ما يكبلهم بضرائب فهو بيخفض لهم الضرائب، بالتالي الاوعيه. ده غير ان اصلا اليابان شغاله بفائده صفريه برضو، يعني ما على عكس الاسواق العالميه. بس عندهم الضرائب على التعاملات البنكيه توصل لغايه 20%. هيخفض من الوعاء على حسب بقى الكاتيجوري اللي هو يتعامل فيه المتعامل، وكلما زود في قيمه الدولات كلما زادت الحدود الاعفاءات الضريبيه، فدي طبعا ميزه هتدفع الاسواق الى المزيد من النقاط القياسيه. ده بالنسبه لليابان. طبعا احنا عارفين الاسواق الثانيه سريعا يا استاذه حنان، الاسواق الامريكيه طبعا تخفيض اسعار الفائده هيبقى تعليب الايجاب، وطبعا في نقاط القوه الاقتصاديه لدى هذه الدول. في بقى بمنطقه الخليج الدخول بقى في مرحله الاقتصاد الغير النفطي، دوت طبعا بيعول عليه البنك الدولي، وهيؤدي الى المزيد من الارتفاعات في الاسواق. ولكن طبعا التوترات الجيوسياسيه لو هدات وابتدت الوتيرة الصراع تخف، هيبتدي يعود اليها الضخ الاموال الاجنبيه اللي هي بتبقى داعم لاداء الاسواق وداعم للاستثمار. وكمان التكتلات الاقتصاديه في الفتره القادمه واعلان الميزانيات الدول الخليجيه هيبقى له اثر ايجابي على نمو القطاع الغير نفطي في هذه الاسواق اللي بيدعمه وجود العديد من الشركات والشراكات العالميه. اكيد اكيد اقتصاديه قويه داخل الاسواق العربيه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال، شكرا جزيلا على التعليق على السوق المصري واسواق الخليج والاسواق العالميه. بشكر استاذ محمود سيد عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بشكركم مشاهدينا الكرام على متابعه مؤشر النيل، بنعمل مع البورصه المصريه لتحليل اكثر واقعيه، تابعونا دائما. في النهايه بنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقه وتحياتي حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.